مشكلات تواجه الطفل. قلنا ان احنا اتكلمنا قبل كده عن بعض المشكلات اللي بتواجه الطفل، ووقت ما كنا بنتكلم عن ايه اللي يخليني او ما الذي يدفعني الى ان افضل النظام المونتسوري عن النظام التقليدي. من المشكلات اللي بتقابل الاطفال، وعايزين نعرف بقى نتعامل معاها ازاي، مشكلة التعقيد والحجم. وقلنا ان الكبار بيعملوا البيئة كلها بتاعتهم خاصة بيهم، بيئة تناسبهم، مفيش مشكلة. احنا مثلا هو في حضانات المونتسوري، في مدارس المونتسوري، البيئة بتكون معدة من اجل الطفل وبحجم الطفل. اما في البيت اتلافى القصة دي ازاي؟ مثلا خصص الغرفة بتاعة البيبي، لما اجي اسسها هاسسها بتتناسب مع حجم الطفل، وهبقى اخصص جزئية ان شاء الله نشرح فيها في مرات قادمة الغرفة بتاعة البيبي، سواء كان الطفل المولود غرفته تبقى معمولة ازاي لحد سن 3 سنين. اما بقى من سن 3 سنين فما فوق، المفروض ان الغرفة تبقى مناسبة لحجمه. بلاش يا جماعة الديكورات الزايدة في الأوضة، وبلاش نزحم الأوضة بالعفش وبالأثاث. يا ريت الأوضة يكون الأثاث فيها بسيط جدا، الخزانة اللي بيتحط فيها اللبس تكون إيد الطفل تقدر توصل لها، عشان إحنا هنعلمه بعد كده إزاي يرتب الخزانة ويعلق الهدوم ويطبقها. أيضا يا ريت إنه السرير بتاع الطفل يكون ما يبقاش مبهرج، ما يبقاش عالي، وما يبقاش ليه أسوار وحدود ونقول نحط له حواجز، اصله خايفين يقع. خليه واطي او مرتبة على الارض، او في اللي هو السرير اللي بتتفرد واطية خالص على الارض، عشان لو الطفل اتزحلق من على السرير ما يقعش. تمام. ايضا المكان اللي بيشيل فيه اللعب يبقى على هيئة رفوف، تكون رف من دورين او ثلاثة بيناسب طول الطفل، لو ايديه مدت توصل للأداة او اللعبة اللي هو هيشتغل عليها وبعدين يرجعها مكانها. لو هعمل له ترابيزة يذاكر عليها، طاولة يذاكر عليها او يشتغل عليها الشغل بتاعه ده، يبقى الطاولة تكون مناسبة لطوله، والكرسي يكون مناسب طوله وحجمه. يبقى كده انا خصصت له المكان اللي مناسب ليه. هنفترض ان انا بقعد دايما في اوضه الليفينج، اوضه القعاد، اوضه بقعد فيها بره غير اوض النوم. مش معقول احبس الطفل في اوضته وراحه جايه اقول له اقعد في اوضتك، انت عندك اوضتك، وانا أكون قاعدة في مكان تاني خالص. لا، بخصص له كمان كورنر، ركن كده في غرفة المعيشة، وبيكون الكورنر ده خاص برضو بيه، بحط فيه كام رف أو رفين من رفوف المونتسوري، أو حتى مش لازم رف، حاجة تكون ارتفاعها يناسب طول الطفل أحط عليها أدوات المونتسوري. ايضا اخصص له طاولة او مكان في الارض يفرش فيه سجادة العمل بدون اي اعاقة، ومكان يكون بعيد عن المرور كنت راحة وانت جاية، علشان او مرور افراد الاسرة عشان ما يضايقهوش. يبقى كده انا تغلبت على مشكلة التعقيد والحجم، ووفرت بيئة للطفل مع بيئتي في بيتي، وفرت له جزء خاص بيه، يبقى كده تمام قوي. نتكلم بقى على مشكلة المساعدة الزايدة، وقلنا إن دي من المشاكل الخطيرة جدا اللي بتوقف أو بتعوق نمو الطفل، إن الأم كل حاجة عايزة تعملها للولد عشان هو مش بيبقى بيرفكت.
لازم امشط له شعره علشان، او امشط لها شعرها عشان مش هيعرف، فهيبقى شكله مش حلو. تمام، الناس هتقول ان انا مش ام واعية لانه بسيبه يسرح شعره بنفسه. لازم انا اغسل له ايده بنفسي عشان هو مش بيغسل ايده كويس، انا اللي اغسل له سنانه بنفسي، انا اللي اغير له هدومه، انا اللي البسه، انا اللي احميه. يا جماعة كل ده تصرفات خاطئة، انتي بتعوقي نمو طفلك من غير ما تحسي. لو ساعدتيه انه يعمل الحاجات دي بنفسه هتبقي وصلتي لدرجة تنموية عالية جدا فيه، وهتخليه ينمو شخص مستقل. ما هو لو طلع طفل مستقل هتلاقيه بياخد قرارات من سن صغير وبيكون مسؤول عن القرارات اللي بياخدها دي. فإحنا على قد ما نقدر ننفذ المقولة بتاعة الطفل ساعدني أن أفعل هذا بنفسي، بعلمه بعلمه لحد ما يتقن الشيء ويقوم بيه بنفسه. وإحنا هنشرح ده بشكل مفصل أكتر وفي تمارين، لما نبتدي في تمارين الحياة العملية، مادة الحياة العملية. وعلى فكرة هي باينة من اسمها إنها بعلم الطفل إزاي يعيش حياته زي الكبار، إزاي يمارس حياته زي الكبار، إزاي يمشي صح، إزاي يتكلم صح، إزاي يلبس ويقلع هدومه ويستحمى ويدخل التويلت ويغسل ايديه ويغسل سنانه ويعتني بنظافته الشخصية ويعتني بنظافة بيئته وينظف اوضته وينظف البيئة اللي حواليه ويساعد مامته في البيت ويروي الزرع ويقصقص الزرع، الورق الأصفر من الزرع، وازاي يعد الطعام. تمارين الحياة العملية تمارين جميلة وحلوة، ومش هتصدقي ان ابنك يقدر يعمل الحاجات دي بنفسه بس شوية مساعدة بسيطة. نيجي للمشكلة اللي بعد كده، مشكلة عدم وجود وظيفة، ودي من المشاكل اللي مهمة جدا ان احنا نلقالها حل، عشان هي اللي هتخليني يا اما اوصل بابني لبر الامان يا إما هترجع الولد أو البنت لورا. مثلا أمهات ألقاهم بيقابلوني بيقول ابني مخادع، بيكذب، شخصية متقلبة، ماسك فيا طول النهار وواقف تحت رجلي في المطبخ وما بيسيبنيش ودايما عايزني أشيله، ابني مش عارفة أتخلص منه لازق فيا، ابني ملول، ياخد اللعبة ما يلحقش يقعد بيها دقيقة ويمل وعايز يغير ويمل وعايز يغير، ابني عايزني افضل طول النهار احكيله في حواديت وما اقومش من جنبه، لو قمت يقعد يعيط. كل المشاكل ديت نتيجة لعدم الامتلاء او عدم الاحتلال. الطفل بيحس بالاهمال. ايه اهمال؟ إهمال بعد كل اهتمامي بيه، ده أنا بقضي اليوم كله معاه. ما هو الإهمال مش شرط إنه يكون بسبب إن أنتي ما بتقعديش معاه أو ما بتخدميهوش. الإهمال ممكن يكون بإنك معتبراه كائن أو شيء قاصر لا يستطيع أن يفعل أي شيء بنفسه، فحضرتك بتقومي بكل شيء بالنيابة عنه، فهو ما عندوش أي شغلانة، مش لاقي حاجة يعملها، فإحنا لازم نشغله. نشغله بإيه؟ نشغله بتمارين وأنشطة تساعده على النمو وتكبره وتكبر عقله. تمام؟ عشان كده برضو ده من الأسباب اللي بنقول إن احنا نفضل التعليم المونتسوري على التعليم التقليدي، لأن بيبقى فيه أنشطة مختلفة موجودة في متناول إيد الطفل بتشبع كل احتياجاته. يبقى احنا لما نوفر الأنشطة دي ابني هيحس بإيه؟ هيحس إن هو بقى مشغول ويقدر إن هو يبقى عنده وظيفة.
اشغلي دماغ الطفل واشغليه بالأنشطة والتمارين وهو ينشغل عنك ويبطل يبقى صابب كل اهتمامه على انه ماسك فيكي. خليه ينشغل بالنمو الشخصي او بمراحله التنموية. ايضا من المشاكل اللي بيواجهها الطفل ان بما انه موجود في بيئة الكبار فهو حريته مكبوتة. بتبقي حاطة فازة على الترابيزة، فاوعى تعدي من هنا لا تكسر الفازة، اوعى تمسك الكاس ده لانه كريستال، اوعى تيجي ناحية الانتيكة دي لانها غالية جدا، اوعى تعدي من جنب الكرسي ده لانه قيم وانتيكو، اوعى تقعد على ايد الكرسي لحسن ايد الكرسي بتتخلع. مش ده اللي بسمعه من كل الامهات؟ يعني انا لما كنت بشرح المحاضرة وبنتكلم في الموضوع ده لقيت كل الامهات ضحكوا ضحكوا لانه حسوا ان انا بقول نفس الكلام اللي هما بيقولوه في البيت، وبالذات الحتة بتاعت ايد الكرسي دي. انا عند اغلب قرايبي او اغلب البيوت اللي دخلتها دايما كان الاطفال على الكراسي بتاعت الصالون او الاندريه، وتلاقي الطفل يحب يقعد قوي على الايد فوق لانها هو شايف انها جزئية حتة صغيرة على قده مناسبة لحجمه فبيقعد عليه. اغلب الامهات تلاقيهم دايما انزل من على ايد الكرسي، ما تقعدش على ايد الكرسي هتتكسر. طيب احنا لازم نحاول قدر المستطاع الحاجات الغالية والقيمة دي اركنيها على جنب شوية كده وشيليها بعيد شوية لحد ما الطفل يمر بمرحلته التنموية ويبقى متمرن على انه يمر ويقعد في وسط الانتيكات والكريستالات دي كلها من غير ما يكسرها. من فضلك اديله حرية حركة شوية في البيت عشان هو يحس ان هو منتمي للبيت ده، وان هو فرد من البيت، وان هو فرد مراعى في البيت زيه زيكو. انتي حاطة كل الحاجات دي اما عشان انتي حابة تعيشي في مكان من وجهة نظرك انتي بينعم بالناحية الجمالية فبتحطي الانديكات والفازات والحاجات دي، او انك حطها للناس عشان الناس لما تدخل عندك تشوفها تقول الله. طيب شوفي ايه الاهم، انا لا انا عايش عشان الناس ولا انا بربي ابني عشان الناس. انا خليكي شخصية عملية شوية وخلي اهتمامك مصبوب على ابنك في مراحله التنموية عشان يحس ان هو شخص مرحب بيه في بيئة الكبار.